أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال طقس بربوع المملكة لنهار اليوم الخميس. الحالة الجوية غادي تميز عامة بطقس مصحوب أمطار وزخات مطرية محلية فوق كل من الساحل المتوسطي والريف وسيس ومرتفعات الأطلس الكبير والمناطق المجاورة وشرق البلاد، مع احتمال نزول قطرات متفرقة بالقرب من سواحل شمالية للمحيط الأطلسي. عدا ذلك غادي تظل الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. بالنسبة لدرجات الحرارة خلال الليل غادي تتراوح ما بين 0 درجة و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 5 و10 درجات بالمناطق الشرقية وداخل المملكة، وما بين 8 و13 درجة بالسواحل الشمالية والمناطق الوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 10 و16 درجة جنوب البلاد. فيما غادي تتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 15 درجات بالمرتفعات، وما بين 11 و17 درجة شرق وداخل البلاد، وما بين 17 و22 درجة بالسواحل الوسطى. بهذا كنختموا معكم نشرة جوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.